شوف 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 لي حل حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل سيد كالي البارحة هي هاي ادخل ادخل خويتي نحشم تشي ادخل بركة خالك سليمان راقد والله يا خرجت من الصباح في الساقع سيدي داود ما باش يفز لي صار فيا في جرتها الجريدة المحنونة تعمل واقفة عند راسي ياه هيا هيا لانوس اللي عملتها في جريدة اسمع 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 بمناسبة رأس السنة الصوت عامل باكاتشينج واشي يا اخي باش تنور باركينج يا بنتي هنا باركينج متاعك باكاتشينج معناتها بالعربي شيلة بيلة يا ابو العيلة قل لي انتي كان عييت من الوقفة أتو خليلك بلاستي راو لا ولا مرتاح نيكي هيك خير سليمان ربي عايشك كلثوم برا برا حضرنا الفطور أنا جايينا وميرسي على الجريدة إي واش فيه آخر الباكاجينج هذا متاعك شو فيه دي سوان مكياج ماشطة ودي كادو سيربريز تعرف هذوما الكل بقداش 69 دينار و 800 بون 800 شدت فيهم صحيح مدام جنات هكا هو ما ناقص كان الكارتة متاعها خلتك جنات وفنجانها وإلا قول الشعوذة متاعها مالا شنو ما هما الكادو سيربريز ما يقول لك اليونت باش تشوف لها العام الجديد شنو اللي فيه هكا هو مالا بالنسبة العام الجاي كمل حط انت صرفت صرفت كمل حط كونسلتاسيون بلاش من عند راجلك سليمان الأبيض تيا والله فكرة هايلة سلومة بربي فكرني فيها الغذيان جي كان حيانا ربي صباح الخير يا وجه الخير
احلى جيبك واحلى عيدك. بسم الله يا بنتي، بسم الله يا بابا. حمر فيك بابا، فيك فيك نهار طلع. بسم الله على دينك، مجنخ كيما ابوك وعلى السعدي هو. سبعون سبعون تي قوم يا جدع، قوم يا عزيزي. يعني قمت فهمتك. سبعون تي، تعرف اللي غدوة كان حيينا ربي آخر نهار في عام 2008؟ يا عايدة صغيري ما فهمتش انت وانت بقومتي مش تسأل على تاريخ نهار اليوم. الحصيلو قديك شذكي يا سبعونت، قديك شفيق يا سبعونت تهبل. انا قيمتك خاطرني قلت تبارك الله والعام قريب يوفى. عدينا شهية فهمتك راهو زعما انا شهية تبدل الكوش للبيبيت. نعم بدل الكوش. اي تبدل الكوش ديما يا انا يا نانا. ايش بيك مرة تعاوننا وتمد معانا يدك؟ و مد يدي سببا ودي. انت اللي سببا، انا عندي كليونت في السبا تحكي لي على راجلها كيفاش هو اللي بدل الكوش للبيبي وهو اللي يعمل البيبرون، وقت اللي يبكي البيبي هو اللي يقوم له في الليل ويكمل يقرعه ويرقده. راجل قاوري تونسي كيفك كيف. لطف علي هذاك المزيانات. لطف عليك مالا شميتها فيك ما فهمش صغاريت راسها. أمانة عزوز مش فاهمة باش نشيو خبزة جاتو وبزيت كاكاوية ونعملو عشية قنبو ونظهرو للصباح. تحب الصحيحة؟ البرنامج متاعك هذا ياسر ياسر كبي. كيفك عزوز؟ كانت تحب تسألي تربية مش مشكل تفضل نمشي نصر محسن فوشيك. تحكي بجدك ولا تفدلك؟ اسمع نبداش انا تيامه وراقده ونشخر بالنوم وماده الاربعه باش تسهر بحذايا وتبدا عامك جديد معايا. سلومة وي شوشو اوتيل شحطه بيتش. صحة بيتش. وي 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 صحة بيتش. قل لي وهذه اللي في التصويرة مولاتو راقصة بوليفية. يا اخي ولا واش تحكيفنا غادي بربي وين عايش؟ الرقص الشرقي راهو موجود في العالم اجمع. اي الحمد لله كي ولينا نوثقوا في حاجة ثقافية مع البترول. ايوه وهذا الكل علاش؟ مهما عاملين باكاتشينك هو ما زادا. شوشو اقرا العشاء منيو فرونسي والسهريه مع المع نجوم الطرب ومع فرقه الاذاعه والتلفزه والمبيته في الاوتيل ومغوديك صباح فما بغانش. تعرف هذا الكل بقداش؟ بقداش؟ 80 دينار بار بيرسون. اسمع يا مدام زينب، انا ب80 دينار نعمل سهرية راس العام في داري بعشاء عربي ومع الاذاعه والتلفزه برامجها الكل مش مع الفرقه برك ونزيد نفضل. شو سلومه تينا على الجو شو وكانك على الفلوس توا انا خلص. اي والبنات تي فاطمة عندها سيني كلوب عاملين بروجيكسيون حتى للصباح واماني ليله كامله تخدم في السنتر دابي. ها بون بلا يقول لي زينب تو الرقصه هذه
ما تتكلم كان بالبوليفي نقص بالإسبانيول. معناها موافقة؟ والله على خاطرك راه زينة برا. يا أنفا سهرية راس راس أنا وياك، قديش عندي وانا نستنى فيها الحدث. شو سلومة تنمشي أنا البير ونعمل غزيغفاسيون مغادي ومغدويكا نقصدو ربي. أوه أسمع يا بنت مامي، مش خاطر أنت باش تخلص معناتها أنت تعمل ريزيرفاسيون. محلاني أنا توا ناقف قدام ريسبسيون ونقول لهم بربك ريزيرفاسيون تاع مشي مدام زينب. باهي باهي توتلي فاسون أرتاح لي، ما يسالش أعمل أنت ريزيرفاسيون مسيو لابير. أيوه أيوه والفلون شنو تحب تاخذهم من توا؟ خايف لنجيك قدام الريسبسيون ونكيكس؟ لا لا زينب نسأل وبرك هاو. يا راجل يا راجل انسى شوية الفلوس وخمم في الجو اللي باش نعملوه انا وياك راس راس. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير امي. صباح الخير. اه شنو احوالك؟ الحمد لله. قولوا لي اش تحبوا تتعشوا غدوه؟ نعملوا دجاجه محشيه ولا حوت في الكوش؟ انت الشيء امي اللي تراس على حنت يعني. شو امي فضيله ما يسالش اعمل شهوتك انت، خاطر انا وسلومه ماشيين باش نعديو الريفيون في اوتيل. ونحن ماشي معاكم. شو عزيزتي السهرية هذه متاع كبار، مش أنا وبكم وحدنا. السهرية متاع كبار، علاش ما كومش هزين معاكم أميامي؟ يعيش لي بنيتي ديما تخمم عليا. لا لا يا أمي ولا لا، قلت أنا وزينب للريفيون ما هوش جوك وكهو. يا لطيف اللطف، فما حد يلقى الزهو وتربي يقول هذا مش جوي؟ زينب زينب صب لي شوية قهوة. اي بيان سور. امي فضيلة سليمان راهو يقصد بالك شي تمشي تقلق وحدك معانا في الاوتيل. توا انتم سالتوها وهي قالت لكم ليه توا نقلق. انت كمل فطورك بالساكتة. هكا هو اللي يعطي رايه في الدار يكل على راسه، نمشي نرجع نرقد احسن لي روينا. يا ماما يا اخي فطومة اش عندها قالت هي؟ كانت تحب تعرفها اش قالت؟ اخت عليها البيت. سامحوني عندي من لحظة، كي انتوما ما خممتوش فيا باش تهزوني معاكم، البنيات مسكنات فجي وتفشوا غيظكم فيهم. بابا وبالكل زيت ماما لاباسه كلثوم برا عم ترفض زهر وسكر. ماما دوشة قداش من طبق سكر تحبي فيه الزهر نتاعك؟ ما عنديش زهر يا كلثوم. مشي شي توا تحكي لي حيرتني راهو. ما سالش يا دوشة احكي احكي، هاني مانيش قاعد نسمع فيك. ها سليمان يعايشك. باهي عطاو نكمل قهوتي في الكوجينه. ما جو نو با بلو، خليني نبكي شويه. فيسع 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 مت مت مت. اشرب شويه اشرب. ميرسي كلثوم. اوه جيم با لو غو سموني. صباح الخير. ها شقلت فوجيك؟ باهي يا سي سبوعي حاضر يا خويا، عطاو نعملوا فيها سهريه، خبزه جاتو، ومشروب، وعشاء، وكان لزم نجيبوا راقصه، أما شركه. اوكي، هاكم بعبنا سبوعي، ما فهمتنيش، الشركه معناتها المصروف نقسموه شطاره، أنت تدفع بايتك وأنا ندفع باي. شو؟ معناتها تخلص فلوس؟ بالطبيعة.
بما الرقصه نحيها. كش بكبشت في حكايه الرقصه؟ تي حكايه جات في مساق حديث. بربي اسبوعي شبيك ديما منتف يا اخي، خوك مش قاعد يعطي فيك في البريم دو روندمون. بريم شنو؟ دو روندمون. باهي والتريزيام موا. نسمع بيه سمعان. لا ياسر هات اسبوعي، لا بصراحه ياسر انا في بلاستيك هذا حقك، كي يجي تمشي تطالب بحقك. حقي معناتها خلصني فيه؟ اي وبالقانون زاد. اما تمشيش تقول اللي انا حمشتك. ليه بجي قطعنا؟ تلعب وكان يصلبني على راسي، ممكن حاضر معنا في راس الميجي. يا ما طول عمره هو جاي بيجي. انت وينك بجبوش؟ ساعتها وكنت بباصي فيك. ها؟ نعم؟ كنت نحكي عليك. تسبيك يا باجي متغشش، تي صاحبك يفادلك معاك. ما عيني فادليك. اللي صار لي صباع يكفيني. شنو بالموش؟ المطعم عطاتك على راسك صباع. هاك قلتها، الكل منها هي. ها تحب تعدي الريفيون في دارهم. نستني في الكاسك، يا اخي وقفني بوليس، قال لي ماك تعرف لباس الخوذة إجباري؟ قلت له سامحني راني نسيتها. لا عاد سامحني منك باجي، هذه غلطتك، لا يزيد تنسى الكاسك وتكمل تنسى الخوذة. تشبيك يا اسبوعي، الخوذة معناتها كاسك بالدارجة، كمل كمل. إيوا تخوذت على راسي. يا ريت كي تجي تلبس كاسك، روح راسك لاباس. تسيبوا يا اسبوعي، تي صاحبك غرق وتزيد تكمل عليه، هي إيش عمل لك؟ قال لي عندك أختي، عاد نحاول فيه، هبطت له صحري وبعري شيء. قال لي اخويا نخدم في خدمتي والاختيه لازم منها. قد ايه خطاك؟ ايه ترى خمسه يوميات. مرسي عليك. سيب عليك. قال لك مرسي عليك. نار على صباحه يا مزبوش. تاي عاد ماما احكي لي. بون كلمني عالصباح حتومتي. حاتم الفيونسي جديد متاعي، ولا قال لي البرنامج اللي عملناه الغدوه للريفيون كله الله غالب طاح في الماء، وانا اللعب بكل شيء اللغلة صف الريفيون سي سكري زينوبه. وهو شبيه اعطى على ساقيه؟ نقصد بطل البرنامج؟ نو اختي فذيلة، هو سيت وموش في سيرفيس في السبيطار. قال لي ليلة غدوة ليلة الريفيون يحب يعديها بيرمانونس في الإسعاف. كليدي كليدي. يا عادة هذه حاجة هايلة ياسر. ماك تعرف ليلة الريفيون الناس الكل تجري تحب تخلط لولا للوتيل ومن بعد يتجاراو باش ياخذوا لولاني لديارهم. مي سان فا با زينوبة، وين الريفيون تاعي؟ وعليه ما تعديهاش معاها في الإسعاف تربح من جرة وثمان. الله غالب وما دوش كيما يقول سيدي داود مكتوب على جبين توقف قدام المرايا تقراه بالمقلوب. يقلب صديقتك انت يا سيدك داود. برا ما قديه برا. قد تطلع شكون عرضي اليوم؟ شكون؟ جمال صاحب شكيب ويسلم عليك. يسلمك ويسلمه. اش يحكي؟ لا شيء، وصلني راح عشتين الاولى نسيتها. والثانية قال لي ماشي هو وصحابه باش يعديوا صهرية راس العام في الحمامات. صح عليهم. تعرف سبعونه شكيب مسكين عنده برونشيت قوية، تحب له جمعة في الفرش. تقول لي هذاك علاش مش ماشي مع صحابه؟ ليه عاد؟ يا أخي كي ما تجيش مريض أنا نخليه يسهر مع صحابه. راهو ساهر بحذانا وماما في الدار. صحيح تفكرت. وصلي جمال مش بنجبدش قدامك حكيت صهرية في الحمامات. وا زعما علاش؟ زعما برونشيت بالمنجد؟ تقول انت زعما شكيب عم روحه مريض بالعام باش يفلت مع صحابه؟ اي وهذاك علاش صاحبه وساك باش ما تحكيليش؟ وانا حكيت لك شكيب ربي معاه. تو بعد الخدمه نمشي نطلع عليه في دارهم ونشوفه مريض بالمنجد ولا لا. مريض ولا مش لازم حق ترمومتر؟ لا انا كي نغزر له في عينين فيق بيه. ومسكين شكيب كان يطلع ما عندوش برونشيت الا ما نعمل له تلقيحه على برشا حاجات. وانت وين السهريه؟
أنا عندي زوج صاريات، يا أما صارية جينيا مع زوجتي ونعناتها، وإلا صارية الأخرى أقل شوية جينيا مع فوشيكا، أما حتى ترقد عزة وخط الجنان. صباح الخير دلندا. صباح الخير دكتور. باقي أنت في حكايتك الفارغة؟ صوتك يلعلع حتى الفم البلاس. علاش باش تحبني نحكي؟ في البريب ولا التريزيام موال يلزمك تعطيهم لي. شنو شنو؟ انت يا اسبوعي كي نجي ونحسبه ما خدمتش شهر كامل في العام، هذا اذا ما حسبتش بيان سور الفصعات نتاعك اللي انا ما في باليش بيهم. نهار اللي تولي تخدم 12 شهر كاملين وقتها نحكيه في الموضوع. دلندا من فضلك عايشك تطلب لي لوتين هذايا؟ حاضر دكتور. والبريم؟ بريم بريم تاع شنو؟ بريم قلت لك بريم تاع شنو؟ بريم روندمون. روندمون الله يتوليك يا اسبوعي. تعرف حقك انت تعطيني بريم على الروندمون تاعك. ومنين تعرفها انت كلمه روندمون؟ نسمع بها. وش معناها روندمون؟ الروس بتاعي اللي يلزمك ترونديهم لي. وفيما يخص البريم زادة، نهارة اللي تتعلم مش معناتها روندومو وتطبقوا ارجع لي نحكيه. دلندا وين كنا احنا؟ في الوتيل. في الوتيل؟ اللي باش نطلبه لك. شو دلندا؟ كلمهم وعمل لي ريزيرفاسيون للريفيون بور ان كوبل. انا والمدام بيان سور. غليش صاريت اللي درس العام في اوتيل. وعلا تسأل؟ لا حبيت نشوف قداش قبضت بريم وتريزيام موا باش تخلصها. اسمع اسبوعي، تيتوا خير لك. ريتو داتو ريتا. خليني نمشي نشوف اموري، على الاقل نكلم صاحبتي نوره، هذيك 100% راهي عامله برنامج للريفيون. معناها ما عينكش تسهر معاي. سمحني أختي فضيلة، عادة في العمر هذا واحد هكا يعدي الريفيون كبي. أنا جامي عمري بالعمر ما عديت سان سيلفستر في دار، ما هو الحق. الله غالب وخيتي على راحتك. يعيشك أختي فضيلة وياخو بخاطرك. قل لي أختي دوجة، أنت كي شاهية تعدي سهرية في الوتي، علاش ما تمشيش مع سليمان وزينوبة؟ اش خاصني؟ أما ما عينيش باش نمشي معاهم وحدي. شكون قال وحدك؟ ها؟ نجا معايا تو ندبر عليك اش تعمل. وي اسكت. ميرسي سي موتيع. صار انت ولد مولا لوتيلا؟ نتشرف سيدي. ملي عاد ما نوصيكش على الدكتور والمدام نتاعو. يعيشك. باهي في الامان. ددو قل ددو نجمش. تهنى غدوة صباح نسلفك حق سهرية راس العام. وحدك يا ددو يتعبونا. وتتعرف والله حشمتني كل مرة نسلف لعندك وأنا ما رجعتلكش من اللي مزرق. ما يصيرش سبعون ما بيناتناش. عاد قديش برشا راهي العزمة ولات صدق نقول لك. تجيبيك راهو قرابة 50,000. لا يجيو بالضبط من غير ما نحسبوا فلوس غدوة 463 دينار و500. ما انا خليك كيما قلت انت ما بيناتيش خير. دلندا عملت لي ريزيرفاسيون؟ اي دكتور، سالتهم زيد على لي سوان بليزالك وكيما قلت لي والبيسين نتاعهم مغطيه. سي بيان، باش هكاك ما ننساش المايو نتاعي. ما تنساش الشومبرير ما تغرقش. شنو حتى يولي مخي معبي برصاص كيفك باش نغرق في بيسين كوفيرت؟ حقا دكتور كي توصل غادي يسأل على سيموتيا أو كوسيتو عليك وعلى مدام زينب زيد. تحترمي
والله دلندا لو كان ما جاتش فما حواجز ثقافيه واجتماعيه ولا بريتو علاش واحد ما يهزش الكاتبه نتاعو سهريه ليله راس العام. عاد يهز خور كاتب نتاعو خير ما فماش حواجز. تعرف انت لو كان ما جاتش فما حواجز عائليه راك ما عادش الكاتب نتاعي من وين؟ ريتو تاتو ريتو تتهنى زينو بتي ما شيري بيتي خلصها على روحي ونوعدكم مندورش بيكم في جور كامل ألوغ لا كان وقت العشاء أمانك نقعد معكم فرطة ولا ورس بنتي سي بخومي تي ماما حبيت مرة مرة في عمري نعدي الغيفيون راسي راس راجلي أون أموغو عسل أون أموغو خارجة من فمك شو سينوتي انتي وراجلك تبارك الله عليكم مازلتوا فيف لا جوناس وبقدرة ربي مازال قدامكم قديش من ريفيون أما شو وصلتني ميمتك في العمر هذا الريفيون اللي نعديه معاكم نربحوا ولا ليه انتم ما تربحوه ماما على باسة يخش بيكو اللي تتحدث كيومي فضيلة نو ما شيغي جوست هكا كاني عندي دي بريم صغيرة هكا حتومتي اليوم عادش باش نتربش بيه حاتم توكور تعرفني زينوفتي من نتفرهد ونحس روحي بكذا كان كي نكون معاك يا ماما قداش كلامك مينيون زينوفتي ما عادش نقولوها مينيون نقولو ميمي كي قد الملح ليموريست كو جادور اما شو يلزمني نخمم كيفاش باش نجبد الحكايه لسليمان اه تحبش ندبر عليك شو تقوله باش يرضى بون قوله نهزو امه فضيله معانا ما ايكوت موا بيان زينوفتي بروميرمون انا باش نقعد معاها وانتوما تبداو على راحتكم وماك تعرفوا قدام ميمتو عمرو ما يقول لا اي تفضل سيدي تفضل 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 اقعد قلت لي سي اسامه سي سا سي اسامه مرحبا بك شو اللي مقلقك سيدي قل لي ساعه دكتور وي انت عامل ريجيم ريجيم عليه هذا الكل ظاهر عليا نقصد الريجيم تاع الكنام كنام لا لا ما زلت اي مش مشكل سامحني دكتور نحب نسال حاجه اخرى شوف يا سي اسامه انا الطبيب اللي نسال ماهوش الباسيون لا جوست هكا حبيت نعرف حاجه دكتور باش نرتاح لك اكثر باهي سيدي تفضل اسال دكتور انت فيرج شنو على خاطر انا بواسون دكتور وما نتفهمش انا والفيرج لا يا سي اسامه ديزولي انا ليون والاسندون تاعي نمر يظهر فيك مغروم ياسر انت بحظك اليوم حتى هي زاد الميسره نتاعكم هالايامات راس عام والله كنت تشوفوا انتم فيكم هون اما اللي ما يتقساوش هو مجموعه الكارتا وقريان الفنجان والكف وضرب الخفيف اللطف الهوروسكوب هو خريطة الطريق متاع حياتنا دكتور كما يقول نوستراداموس الدنيا هذه كدلاعة كل حد وبرجه شو عايش ولدي أنا راني نمن كان بالعلم والشي اللي قريته في المكتب وانتي كما مغروم ياسر بحظك اليوم علاه جاي البسيكوتيرابوت خذ اقرا دكتور شوف اش مكتوب غادي دكتور البواسون متاعب نفسية في الطريق يلزمني نشوف طبيب نفساني ايا باهي كي ولا حظك اليوم يعمل في البيب للطب تراب ربي نشوف انا الاسدك هكاك حب التلاع راهو برا الاسد مفاجآت بالجمله كي الباكيج هذي زعما شنو هو بربي هالمفاجآت استنى دكتور النهار مازال طويل ايه هاني نستنى حتى انا حقا جيتك زاد دكتور باش نستشيرك في برشا حاجات نحب نعملهم عام 2009
فوق العادة، وكما يقولوا الفرنسيس لي بون ريزوليسيون. اي انا قررت باش نبطل الشيشة. هاي ليسك. وقررت زادة باش نولي نقول لعرفي لا باهي ساعة ساعة شوية الجاعة ما فيها بس. مش حكاية شجاعة دكتور، اما الشهر الجاي يظهر لي دكتورة، يظهر لي باش نترس. هذيك حاجة أخرى عاد سي أسامة، وقتها مجبور باش تقول له إيه لعرفك. مالا دكتور، مرتي يلزم نقول لها إيه؟ ناوية باش ترسمك يا زادة؟ باش تهبلني مرتي يا دكتور، باش تدخلني بعضي. عدت لي جمعة كاملة تمرش فيها على الريفيون. تعرف وين تحب تعديها؟ في أوتيل. قول لها لا، وشد صحيحة؟ عادي في دارك الريفيون قدام الإذاعة والتلفزة ببرامجها الكل، مش بفرقتها برك، وتاكل وتجرب وتزيد. تفضل تفضل منهم 80 دينار. قالوا 80 دينار راس راس في وتيل زعمك الرقصة بالحق من بوليفيا دكتور. أوي لباس. لباس اش بيني لحط علي حاجة؟ أختي زينب عيتلي. هي تفضل عزة أقعد أقعد. شو عزة، ما في بالك اللي أنا وسليمان ماشيين باش نعديو الريفيون في أوتيل، وأمي فضيلة وماما ماشيين معانا زادة. في علمي عتوا بالمسلط كنت بحذية ناناتك وقالت لي اللي هي غدوة مو جاية. قال شنوة تعبة. عادينا حبيت نوصيك على سنتخ في غيابي. يا أختي زينب يعيشك. أنا نشكرك نشكرك على الثقة متاعك اللي حطيتها فيا. أما علاش ما توصيش مريم مش خيرة؟ هكا عزة توا بربي شكون لي أقرب لي، أنتي ولا مريم؟ ليه يا أختي زينب مش على حاجة؟ ما هنا أنا منبوزة كيفاش أنا وأسبوعي ماشيين معاها وهي اللي نعم؟ ماشيين معانا؟ ليه؟ مع أمي فضيلة. ما هي خلصت علينا انا واسبوعي. ونونا ما بتعرفها قديش قديده وقديش كبيده وتموت على الفرنك لحبه تتخلص بلاصتها ولحبه تشد لنا التوامه. ما تقوليش زاده اللي امي فضيله بتزيد تكمل تخلص على التوامه. ليه؟ ما هم التوامه ما يخلصوش. وليت انا قلت برا نهزهم معانا، منا نتلموا عائله كامله ومنا نعملوا الجو واختي زينب. مشكلة. أي صبروا شيء أي أي. سبع الفزدة. ددو سيدي خويا مازال معك اليوم؟ أي عليه؟ لا لا صبروش باش يكلم ولد عمو مسكين مريض وشكون يعرف على الدنيا كي. سامحني أسبوعي ما نجمش حتى تسأل خوك. انطلق شوف. مازال غاتس معك اليوم، خليه يطلبها. تي شنية كان فماش نمشي، مش مشكل راهو فهمت؟ فما صبروش يا خويا اطلب 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 وانا نتحمل المسؤولية. شنية شنو اش فما اش بيكم؟ اي في الامان دكتور. قلت لك شي اللي الابراج ما تغلطش؟ مفاجآت وبالجملة زادة. سي أسامة 40 دينار. تحياتي يا دكتور سلمان. اش كنت تعمل بالتليفون؟ انا تليفون. انطق. بكل امانه دكتور سلمان انا شبروش عندي ولد عمي حبيت نكلمه ما عنديش بحيم في الكرتسيم. جا سي اسبوعي قال لي تنجم تتكلم فقط. وين يعيش هذا ولد عمك؟ حسني يعيش في بر الامريكان وبالتحديد في الشيكاغو. يا سي صار ولد عمك في الشيكاغو؟ شبيك ما في بالكش انت؟ ما تنسانيش اما تبرش. شنو ما نساكش انت راك ساكن في جبيني وراك نور عيني وصديقي، فهمت كيفاش؟ وبعد مده باش يولي يعبر والكلنا باش نوليو الزبست. وش عمل هذا ولد عمك؟ يا اخي دكتور سلمان ما تعرفوش؟ اسمه حسين باراك اوباما. ان شاء الله بركه ما يخيبش ظنك هذا ولد عمك. حسني نيفر. عرفت علاش دكتوره؟ عليه على خاطر يس ويكان. يس ويكان. اي هذيك هي دكتور. باهي سي شبروش عليك بالتاكسيفون. امان هكا اسبوعي اي مالا رجع لي بحيمي.
رجع لي بحيم خنحطه في الكارتسيم. لحلح هاي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لحلح هاي او النعيم او حقك دكتور. شو شنو وليت تبزنس بالتليفون متاع بيرويا ومع السي شبروش؟ قوم دكتور قوم. دلندا بالكك دلندا يا دلندا بالك هكا يفضلك يا دكتور بربي بربي يا دكتور سامحوا راسعاء باهي دلندا مسامحوا على خاطرك
حقا دكتور شنو حكيت المفاجآت؟ شفت يا دولندا شفت؟ زينب توا عملت لي تليفون قالت لي ماشي معانا انا وياها للوتيل قالتك دوجة وزوز بيبيات وعزة وامي واسبوعي حق اسبوعي عايش ايش اخويا عايش ايش نحضروا روحنا عاد ليله الريفيون للمشي اللوتيل بابا ايش ايش مش نوصيك ايش ايش ندخل اه سبعون صباح الخير شنو خرجت على الجارية؟ مشي اللوتيل؟ اه هذاك علاش مش قاعد تشوف فيك في البلاص؟ شوف بالرغم اللي انا متغش عليك ومتنرفز عليك باش تخليني نعدي ريفيو وحدي اما ما يسالش بصحتك يا صاحبي صباح الخير يا باجي يا باجي شبيك على البوستاجي يقول صح عليه منع مني يا ودي خير كي منع منك تعرف اش معناتها واحد يعطي تريحة الموظف اثناء القيام بعمله وهو زاد جاي يبيع في اليوميات ناقص وانا لا لا باجي سامحني ما عجبتنيش انت اليوم كانك صبح على اعصابك انت ماني البارح حكيت للمراه على سليمان ماشي يعدي في ريفيون هو عيطه في الوتيل غرس هي نورمال نورمال وكمل حكايه عاد نساني في الكاسكا اتعاركنا هزت وده مش هتخذ بالها في دربوا في خير نعم لا نقصد معناتها اش باش تعمل تو باجي باش ترسيب كيف انا تعدي ريفيون وحدك سميت ريحة الماكلة من قبيلة نشم في ريحة الحريق هنا نكذب في روحي نورمال أنا هبتي شو الموتور سخن تو يبرد ونصلحها تاليش شعللتها سليمان نحب تشوف شهر ربي قل لي انت يا سي عم الشيفور شنو اللي ترى فيه نورمال من قبيل الدخان طالع تقولي نورمال نورمال يا ودي شو هو نورمال هاي الميني بيس بتاعك بلعت الكيران هذا ما مرهم ما يبلعوا هذا ما موديل قديم يا ليش ما عادش يصنعوا منهم على خاطر ما يخلص همش يترقي الحكايه من المزود نورمال نورمال عم نورمال سمعني سمعني حل حل كبوت خلينا نعمل طلع اسمع 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 انت يا سيتوس حكمه تهاب كبوت بحوايجك واطلع وقعد تحت امك ما يقعدش تحت امك انا الكل نهبتي كل اختي فضيله هيا مشو نقلعوا طرف كليل اخضر هنا كليل اخضر اختي فضيله يعيشك ما نجمش لك صبات الفراد نغطس هكا والفورير والحوايج السيني في الطبيعي كمان امي فضيله استنى استنى نجري معاك بشويه نحب نجمع شويه خبيزه عندي برشا شهيتها عايش بدي مش قال خبيزه يا اخي فما كوش هكا محلوله في الخلاء أوه ماما الخبيزة هنا على ليزيبينا على ليزيبينا بيان سور باش نخلطوا مرقة خضرة كي نخلطنا صلحت يا كار كارا يا ربي عليه ما خذيتش انا كارا بالوكاسيون عليه كتابيجة أمي فضيلة عيني نشيب سلبابا توينا نتاع هذا توا هيا تعال بشويه ماما بشويه ليلي هيا هيا شد ماما خلي صابره بحدك شويه صابره زيدا هلي هلي هلي
ما بنها محلي الخضار امي فضيله جنب. بالله بالله ناوي تعمل ستوب ونخلينا بس عاملينكم مفاجأة. ما خويا سي يا سيدي خويا يا خذي دوزة يا اختي زينب لم لم تبش وجهي واطلعوا امي عزوزتي سايب سايب عليك وين دبرناها سايب أنا؟ تحكي علينا؟ هي تري تري بيان اهبط كانك راجل اهبط راس تبانك اسبوع يبانك اخذ اختي زينب شبيه سيدي خويا تغشش شنو قلت والله يا زين بالله العظيم كان شديت ويا رب كان شديت راني مش مشتو لفتي بيبي لفتي بيبي انا تتدوجا يعيشكم مسكتوا شوية شنو ماما ما نجمش سكتهم Il me manque plus que ça, voilà. Il n'a pas tenu Christian Dior, t'es. قلت لك تنصلاح الهرمال الموتور في الدخن يظهر لي احنا هما اللي فدينا وبجاه ربي يا سماك ربي كلمة نورمال ما عادش تعودها نورمال يا ابني امي شنو هذا؟ اش فيها شوية زريحة زريحة؟ هكا توا داخلين اللوتيل بالكرير والزعتر والسلق والخبزة ايش بيه طول خليوها في الكار لا لا يا امي عايش كاتي هات طول تلابيهم انا وطول حطه في الماء هات خويا سليمان هنيني على الخبيزة باهي باهي نعمل بيها سلطة وطبيخة ونذوقك منهم رد بالك على روحك عاد اطلع اطلع زي بطل سعي يوم ياكم حطيته في المال يعطيك الصحة هيا يا عم الشيفور عنده شنو عنده واسبوعي وينه ما يحب على ستوب أتو يخلط علينا في ستوب يجري ورانا بسالش يا أمي خليه يجري باهي له الجري خليه يذوب Thank you.
هاي يا امي، ما قلت لي يقف تحب تشوف الحنايا؟ هاهم الحنايا الكل قدامك. مطلهم يخلق ربي. خويا سليمان قدوم ياسر هذوما. هذوك محسوب عندهم 100 سنين. سيدي خويا يجيش يعمرهم قد عمر قد يدوش. يزي يزي احسن. خويا سليمان شبيهم مش كاملين. المقاول قدم الفلوس وفصح. لا لا يظل البني مخشوش. يا ولادي يفهموا يفهموا، هذوكم أصلهم الأصيل من وقت الرومان، كانوا يجبدوا الماء من زغوان. تقول لي السوناد بتاع الرومان؟ يعطيك الصحة، السوناد بتاع وقتها. سيدي خويا بربي سمعني، اش بيهم الرومان؟ تو هكا يبنيو الأزهار بتاعهم بعيد على تونس. يا أخي ما تعرفش معناتها آثار. بجاه ربي عايش خويا ديماري ديماري. ديماري ديماري ياسر. ياسر شوية نورمال. وصلنا داكور، أما صح سلامات ما ظهرني. قل لي يا عم الشيفور، تو أنت أون برانسيب وقت اللي توصلك ليونات للوتيل، ها؟ تبدا خالص من مال، ها؟ خالص من عند الوتيل. أما سيرمون الكليونات راهم شيخينك بالبوربوار. لا، فما كليونات عسل، يشيخوني بوربوار. إلا التوريست. التوريست ما يجيو كل شيء خالص من غادي، ما يعطيو شيء، البلوشي عندهم بلوش. تري تري بيان. حتى انا توريست زاد. امي سامحني، هاني باش نمشي نتفقد حكايه الريزرفاسيون. ها سليمان، الكليل والخبيزه نتاعي والزعتر وين؟ اي اي امي بيان سور توت سويت. صباحي اختي زينب. وين الكليل والزعتر والخبيزه والسلق بتاع امي؟ انا كليل ولا زعتر ولا خبيزه؟ والله لكليتهم. والله لكليتهم. شفت يا امي شفت؟ يزي بالشوف بشفالي يزي. هاك ريت هذي 10 عملة وما زلنا ما دخلناش اللوتيل. استناني جاي معاك. تسكر عم نورمال طبت معي تمشي. مام انتوما كي التوريست ولا كي التاكسيفون، ما تحطنيش فوس بوربوار يدي الراسي ما نحركاش. برهبت بقاشك. اي كمل هبك في اللي جيت وتو نعيطوا الباجاجيست نتاع المتيل يدخلوا. هاي يا جماعه ملاي هاي ندخلوا. هاي عزوز زي امي. هاي سامحني سامحني بابا برقاو كمان. هاي عزوز زي تسمح لي. تخلط علينا الدبش. لا يا خوي سامحني ماهيش خدمة، أنا باجاجيست نجم تدخل للريسبسيون وتسأل عليه. وأنت إيش تعمل أنا نخدم في الباب، نحل ونسكر. لعبت كل ساعة أنا مدخلين خرجين.
مولودة؟ دي بالطبيعة يا زينب. سيدي خويا ما تنساش عاد باش تعمرني فيشتي. وانت ما تنساش باش تهبط لي فليشتي. استنى. خويا سامحني. اهلا وسهلا. بربك السيد اللي طلع الباجاجيست للبيوت. باجاجيست للبيوت؟ تقصد لي باجاج. واضح. توت سويت. بون. هاي. هاي سيدي هذوما الفيشات نتاع الجماعة الكل. طون بعد يتعداولك بالواحد بالواحد يصحوا لك ويعطيوك بطاقاتهم. هاي ياسر. بالله نجمش نعرف النوامر بتاع البيوت. وي بيان سور. يمشي. حط باش انا وبرا جيب الاخرين. امشي امشي تو جيب الاخرين. سيدي خويا. وي. سيد باش. تري تري بيان يعطيك الصحة. ما فاش نستناو هاي نمشيو. عزة ان شاء الله البيبيات ما تعبوش. ليه بالعكس خويا سليمان باش يطيروا بالفرحة. يا قنوتو يا قنوتو يا قنوتو. سامحني خويا. وي. البيسين ويني؟ البرة بحدا شناك. علاش يا اخي ماهيش مغطية؟ اي فشتين غطيوها بباش. شنو باش؟ لا لا نحكي على البيسين كوفيرت. بيسين. لا لا ما عندناش. كيفاه خويا عندكم تلاسو وما عندكمش بيسين كوفيرت؟ شكون قالك حتى تلاسو ما عندناش؟ تياكم قلتلو السكرتير متاعي اللي تعملوا ديسوان باللي زالك. صارية تحكي على ليسوان. انا ماشي في بالي تحكي على ليزالك اللي خرجوه من الموجه في الشتاء. شو ليزالك يخرجوه من الموجه في الشتاء؟ اش باش نعمل بيهم؟ كان شي طاجين سبناخ. والله حتى انا قلت اش باش تعملوا بيهم انتم؟ هاكم المرة صدينا قطفوا. سيدي خويا كيزمو قول لهم علي وصيتني. مي بيان سور. تري تري بيان. لاي تزنجم ترمال تبو تهزوا الفليجات نتاعكم وتاخذوا خدام الريسبسيون تعطيو النمر بطاقة التعريف بالنسبة للمعرسين الصديق. ولا دفتر العائلي. يعطيك اسبوعي بالله فكرتني في المصايف. مصايف؟ وهاللمة هذه شنية لله؟ مؤتمر علمي؟ سيدي خويا تفضل. سيدي باراغراف كان واحد ياخذ الموبايل. شنو هو؟ اش بيك تهدري؟ انطق. سيدي صديق دفتر عائلي. شنو؟ امي هاكا شد عندك. هذه العمله الاولانيه في اللوتيل. يا لوخ سلملم ما فماش مشكلة، خذ بيت باسمك أنت وباسمه، وبيت باسم عزة وزينوبة، والفوق بدلوا البيوت. شبيكم يا أخي وفيزيت ملاد؟ أنا هكا ريتهم يعملوا في الأفلام. بون لدوجة، تفضل، هاو مفتاح بيتك أنت وأمي. عليه السلام لك يا اخي ما فماش بيوت سنجل. شكون هاللي مش انجل بسم الله؟ انا هو اللي مش انجل يا امي. سنجل معناتها تحب تقعد في بيت وحدها. امان اختي دوجه ما قصدت حتى شيء. اختي فضيله حبيت كل واحده منا تلقى راحتها في بيتها. تفضل لله خذ راحتك. اتو نقعد مع ولدي. وين وحد توا هكا ماما؟ يا اخي مش انت اللي شديت صحيح باش امي فضيله تجي معاك؟ انت مش مشكل يا جماعه مش مشكل. حقا هاكا في بيت عزة واسبوعي باش نجيبوا زوج فروشات للبيبيات. استنى ساعه وشكون باش تلاب البيبيات للصاريه؟ اسبوعي ما هو كلم البيبي سيتينغ بتاع الوتيل. شكون هالبوستين زيادة؟ ليه هذه دادة خاصة بالوليدات. يا عمي يا عمي شوف في بعض الوتلة ساعات تلقى غشيرة تتلهي بالخشاش. فوالا هاي سيدي هاي مفتحكم فليجاتكم وبيوتكم مادام أنا ثبت في حكاية الديني قلع. كراجيست كراجيست. وهذه زادة
أي أي. يا سبوعي. وين سيدي خويا؟ ايجا هوني ايجا ايجا. عيطت سيدي خويا؟ لا لا ما عيطتلكش، ناديت لك. قل لي يا اخي، مثبت اللي هبط لي فليشتي من المينيبوس؟ هبطها وي. مالا ويني؟ شنو لونها الفريش؟ شنو لونها؟ تتبهنس؟ لونها؟ لونها زرقاء. والله يا سيدي خويا بط الفليشات اللي في المال الكل. مال؟ يا ولدي ما حطيتهاش في المال المسا، حطيتها وسط المينيبوس. عددي ما قلت لي يا سيدي خويا. ما تهنى ترجع لك. تو جيب وقت نجي نروح بينا. وراح بينا؟ تري بيان. والله يا اسبوعي. يا أمي. 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 هاكا ديجا العملة الثانية هذه في الأوتيل. قداه نمره هو؟ قداه؟ استنى. ها؟ ألو؟ أهلا خويا، شي أحوالك؟ يا عي شنو في الثنية؟ باترو فاتيكي؟ يا عي بربي أسمع حقا، بربي سامحني. برحمة الوالد والوالدة وبرحمة اللي مات لك. سامحني اللي ما عطيتكش بوربوار. الله غالب، ساهو. لا يا راجل كيفاه؟ هذا واجب هذا. تعبت معانا والكرهبة وقفت طومبان. لا 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 وخيان وخيان. اسمع مالا هاوكا توا باش نرجعك منك تجيب لي الفليجة ومني نعطيك البوربوار. ها؟ نورمال نورمال. قل لي خويا السبوعي ايش ايش؟ هاوكا بابا شو البروبوار اللي باش نعطيه للراجل؟ هاوكا باش نحيولك من شعريتك. عاي بفضلك سيدي خويا. اي جاهوني وين ماشي؟ تقعد تستنى معايا. اختي فضيله والله ما قصدت شيئا. او اسمي سيقي يو خيتي ايش لزك زيدا تجري بسبط بالقدم. هاي سيقي بشوية يا اخي وين الباجاجيست؟ ادهش المغبون قاعد يرتاح في الطاقة اللي تحتنا. سيقي حتى هو شك في كحة. شد قاري لي الكهرباء وما تنساش هبط لي الفليجه من المال. سيدي خويا مبروك الخدمه الجديده. ريت علاش حظوظتي تحب لي متهمم في الاوتيل. بسيكو شوفير. وانت بسيكوبات. اذهب قدام وجهي. اذهب. قلت يا سيد بربي سامحني دقيقه. ايجا ايجا كلم في انا. اي كلم فيك انت. انا راني هوني حريف، مانيش لاهي بالباركينج. حريف كيفي كيفك. اوه سامحني. ها سامحني قدم لك روحي. اتجاني بوكاز رجل اعمال. لو بروفيسور سليمان الابيض بسيكوثيرابوت واستاذ جامعي سابقا. نتشرفوا. فانا جامعه في جامعه العلوم الانسانيه. آه سي بيان. وانت فانا جامعه قاري. انا قاري خوك في جامعه المنصف باين للعلوم التجاريه. اوه اما المدام تاعي مازال تقرا في الجامعه تعمل تروازيام سيك. فيما يخص لي زفير تعرف شو واحد اسمه سي طيب اكلي عنده تيبو هولدينغ. سي طيب عبد الله خير شكون ما يعرفوش.
هذاك صحيح على قاعدة وما يعرفش ترفخ لها وين، أما ما هواش مشلق. بالطبيعة ممكن يقول المثل فيفون كاشي من الفيسك فيفور. تشبينا قاعدين قدام الباب، هيا جيت نفيد تشرب حاجة. لا 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 سامحني عايشك، نستنى في الشيفور بتاع الميني بيوس باش يجيب لي فليجتي. يا هو البورتية توصلالك. والله فكرة يعطيك الصحة. شو عايش ولدي؟ كي يجي الشيفور ويجيب لي فليجتي خليها لي عندك، ها؟ دكار؟ لا 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 خلي عندي أنا. شد. ها. قاري لي الكهرباء وما تنساش تهبط لي الفليجة من المال. أوكي. صحة لبيبيتي يا ربي صحة. ما غلقوش العام وباش يعديو راس العام في الأوتيل. إيه أنا وبوكم حاسينو لينا شرفنا باش عدينا 14 عسل. عزوزتي عزوزتي شو 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 باب الشامبو ما شبو وصابون بابا ما فيش ريحة ما منظرو بنين. بربي يا سبوعي كي تنحينا الشامبو والصابون احنا باش نغسلو. ما تخافش عزوزتي دوب نعملو التليفون يعاودو يجيبونا. زعما قلت لك تهدى شد شد هذا بحطو في الفاليجة. شو عزوزتي يا صار فريجيدير نصحي بغزينا فريجيدير ومعبي بالخير النص. شد شد حط في الفاليجة حط. سبحون تفك علينا مش كان نسألوهم خيرة. اسمي عزوزتي اللي هوني الكل متاعنا من الجازوز حتى للريدوات. لا لا الريدوات والمناشف والتلفزة مش متاعنا وزيد كان نسألوهم تقول لك هذو بعبروا بسكنوا في الوطيل. هيت هيت الجازوز. ووو ووو ليش نعملوا طب رضي ما تخافش عزوزي ما تخافش. برحل برا استنى استنى كان سلوك على الشامبو ولا على الجازوز ولا على الفاكهة ما تقول شيء خليني انا نتصرف. برا برا حميتك شدت الصحيح باش نبدلوا بالبيوت. قلت نبدلوا بالبيوت هكاك انتم تاخذوا راحتكم. يعيشك امي فضيله. اما على شرط من بعد تجيو تهزوا البيبيات انا واختي دوشه باش نعملوا دوليش على البحر. ليه اختي فضيله انا دوليش على البحر فيها الطقس انا تعبه ماذا بيا نرتاح شويه في البيت. مالها هكاك تولي تهدوجه تشد البيبيات وانا وياك نعملوا دوليشه في البحر. عسى ان شاء الله ما يعملوش برشا حس خاطر بالمجد تعبه. شي لي ما تخافش تتا دوجه بس كنت مخذو من الكار وركضو. سوال تمشي معانا؟ لا يا امي شو خذ العب في الاوتيل. هيا نبدل حوايجي ونجيك. لا لا أختي دوجة نعم أختي فضيلة جاب ربي هزيت الصابون والشامبوان من البيت الأخرى جبتهم معانا بيت الحمام تيحهم فارغة تنبر. أي الحمد لله عليك جاء تيو صار انتي هذه الفريجة بتاع المسيو. أيوة المسيو وينو قاعد لط. ميرسي عايشك هيت عليك. راني دخت راني تعبت من الطلوع والهبوط. يا دقيقة واحدة هاي تفضل. اهلا
تي وينك؟ مع شكون؟ صاحبك الجديد. انت مش درجة بعده جو شاسمك انت ولدي محمد لادي وانا اسبوعي تحب ترجع بيك محمد لادي اي اي باباي يبلا يبلا محمد لادي فيش عفيس عمك تعيط لي برا برا هز اختك وما عاش ترجعوا طب الجو مش يبدا عاد شيخ شيخ والله تفرد تعرف امي فضيله شرحت على عمه في البحر يا غلبتك تحب تتبنطط ما يسالش خليني نتبنطط تيجينا البحر في الصيف ومانيش خالط عليه قولي باش تحب تعوم للمري والصوف وكبوت فيها السقنطري شو البابوس ما حليه يهب يهب لا لا أمي عادة جاي ترجيع عمدي عم طلع تسقط مش انت مش عادة درش وانتي لباسة يكتر فيها ماني عندي الخفة والرشاقة هي عمل التك ولا عملت لها ترتق كبريون في الهواء وطحت فيك وعلى سقايا حوتي يا بابا حوتي صحيتك يا ساسوكي شو أمي قريتوا البابا شو كل وعدكم ما خليتوا ليش لا يا بابا ذوك فارغين ما تقوليش ما كريت حتى شيء لتاوي تليت لنا عم تسيت روحي بالعمل بيش نموت بشر يمينت على ولدي طول مشي البيت في ساعة نعمل الكسكروت ونجي عايشك يا أمي وانت تحبشي حاجة لي عايشكم يا فضيلة الحمد لله أسي ليد يس ليد يس سبقوه هاي تهز تشربني حاجة بيبي سنة نوصل له بلي قعد ما ترجع الريسبسيون ونرجع لك يا بزبوستي نعم بابا بزبوستك عليه ما ريتش روحك كيف طقت الدرجيحة من بعضها مش مني درجيحة فجيل وي تفضل شد خويا شد هايك وننصحكم اللي باعكم الدرجيحة ما تصدروش اشكيو بيه سقات بربي تصور تكسرت بطفول صغير لطف عليه شوش بشي يصير فيه عبدونا جات بي انا وانا خفيف ترصي لكم مشاكل عاد وبرا يحب لكم مش بشي تصير لكوها قاعد غديك شغل نجي نخذوا بعضين فك علينا هوكا مش وحده بعضين شكو هي قاتش بيك تطلع نمشي نشاور على كيفك مرحبا بكم أمنا قلت خدوني وحدنا خير أي وحدنا خير سبا وانتي ألو وي يا عزيزتي باش تزيد تبطى لا لا في عقلك في عقلك وي هاني لقيت شكون يونسني أنا أي لا لا تهنى تهنى أي راجل وبسيكياتر زادة سامحني لا بسيكوثيرابيوت بسيكوثيرابيوك لا
بسيكوثيرابوت. بسيكوثيرابوت. اي باه باهي 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 تنقلو باهي. قالت لك المدام كي تجي تحبك تعمل لها هكش تقولوا لها انتوما كونسلتاسيون فوالا. تري تري بيان افيك بليزير. ولو انا كي نبدا اون فاكونس ما نحبش نخمم في الخدمه. والله حتى انا كيفك. اما الغالب ما نجمش. تحب نعطيك طريقه تنجح 100% اذا تحب تفرغ مخك جمله واحده؟ ايش خص يا دكتور؟ تفضلوا تشربوا حاجه؟ عزوز ايش تشرب؟ ايش عندكم جازوز؟ يا ما جازوز خدوا جازوز جبيله في العطار. راهو في اوتيل قول له جو. بي جو. حاضر يا مدام. عندنا جو دورانج فريشك، جو دو بانان فريشك، وعندنا زاده جو دو فريز فريشك. لي ما نحبوش الفريشك انا. عرفتك الجوك اللي يبدا في الدبابز الصغار هكا؟ انت ذاك اللي يحطوه في التلفزه في البوبليسيتي. جيب لي كيفو. حاضر يا مدام. ونسيو يشرب حاجه؟ ما بالا نشرب بالا. قهوه عربي. سامحني يا مسيو، القهوه العربي والشيشه غادي بحضرها في كافي مر. ما يصيرش. والجو نهزوه معنا؟ لا يا مدام. عندهم جو غادي. استنى خليني نفهم معاك شنو تو انتم ما عندكم جو وهما عندهم قهوه عربي وهما زاد عندهم جو وانتم ما عندكمش قهوه عربي. كان ما فهمتش حاجه تنجم تسهل الاداره. عزوزي بصراحه نعمل قهوه عربي نعمل راسي ونكمل الشيشه قبل ما يشرق بيا سيدي خويا هاي نمشيو لماما وريا. نمشيو. شو هذا اختي دوجة؟ بسم الله فجعتني اختي فضيلة. ماسك هذيك باش نرتاح قشرة وجهي. وعلاش قاعدة وحدك هوني؟ ارتاح مك السفرة اللي دقت قلت لي عظامي. البيبيات عاقلين؟ عاقلين، إن شاء الله ما يقوموليش توا. أنا جيت باش نعمل كسكروت الأسبوعي. بر. سربي هوني عطو شي وين عطو مشي مشي شبيه شو شو عزوزتي شو ريت اسمع واه مش انت اللي تسربي غادي؟ وي مدام نخدموني وغادي السكتور هذا الكل تبعني انا. شو؟ قلت لي شيشه وقهوه عربي وجو دبز المدام هكا؟ سامحني خويا بدلنا راينا قلنا ناخذ دبوزه ما نقسموها ما صغيره بربي. اوكي مسيو وشيشه كيفاش تحبها؟ جيراك ولا تفاح ولا كوكتيل؟ شيشه زاد لا راهو كي تشوف راهو مش مني اما الله غالب نسيت الفلوس في البيت. مش مشكل يا مسيو مش لازم تدفع فلوس جوست تحط لي نمر البيت على تيكي وتصح لي وكاو. شوف ما خلص حبه خربيشه صغيره اعطيكي وكاو كاو تقوم من الاول ما تعرفي يا خويا جيب لك الشيشه والقهوه العربي وشير مرتي تبابس وتبوس تبابس المره زي كبيره عندك خويا وانا زدني قزوزه. تو تسويت تسويت خويا خويا عيب نشربوا ولا تشرب حاجه ربي فضلك ممنوع عليه توقف سيرفيس خويا خويا قداش الناس مليح يا تفضل ربي يضرب لي 5000 على بكيس وجيب لي تيكي خربش لك بها علاه مسيو؟ تي بور دي بوار اللي قدي ربي يفضلك جنتي جنتي مسيو سخونك عزوز محميك يا سبا وانت كي تعبر يا بنتي دوب من نحي الماسك نغلط عليك باهي نوصل كسكروت اسبوعي ونرجع نهز معاك البيبيات فاش قام اختي فضيله كيما قلنا فما بيبي سيتينغ في الوتيل اتو نكلمهم يبعثونا نونو الوي بربي تنجموا تبعثونا نونو للتويمه اي نعم احنا من طرف دكتور سليمان الابيض
ما قلتليش سبعوه. سبعوه انت شبيك؟ خاطر شيء قاعد نشيش. اوف جاتني. ما قلتليش كنت جاي باش تخربش باش تحط النوم نتاع البيت القديمه ولا جديده؟ ما بالك يا ذيك قلت نحط نمرو بيت سيدي خويا مش يتغشش زاد ولا يتنبس قلت نعملو شويه برستيج. والله فكره يا ما خليها العرش هكا خربش 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 بلاش فلوس وكلوا على حساب السهريه. شكونك عاد زوجتي نزيدوها جماعه تخربيزوني شخطي راضي عليا زوجتي شنو راضيه راضيه وراضيه وراضيه. سبعون شبيك؟ يشيش يا اخي اللي شيش الكل هكا. صح عليكم. يا عايشك. مسيو سامحني قديش نمرو بيتكم؟ الغب اوكي وصوص بيكوت. سامحني مسيو تخربش ليوني؟ جنتي مسيو اللي 5000 اللي وعدتني بها. ايه مال جنتي جنتي سامحني مسيو ولا سبعو انتي محليك ملا وهر عليك عندك تخربيشه تكون متاع مديرين. شو انا اخوك مع البزنس ما نفهم حتى شيء. اي صحيح حتى انا هذاك اللي فهمته زاد دوب ما شفتك. بصراحه عنا نساء ياسر شبان في تونس. تفرج 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 تبارك الله. أنا هوني. سالو. أي الحمد لله عليك وصلت لاباس. أونفان ماني سمعت لي بحذاك بسي وأنا ثنيك لقيتها ماكلة رانيا. نقدم لك البروفيسور سليمان لبيب. أه بون؟ وبروفيسور زيدا. مدام؟ مدام لميا. أونشونتي. ميرسي. أي خلينا نعمر لك الفيشة نتاعك ونوصل لك الفاليز للبيت. أوكي مادام أنا عملت كونسلتاسيون مع الدكتور. مش وعدتني دكتور؟ أويك بليزير. ميرسي. هات عليك هات عليك. يعيشك. غارسون. وي أختي تفضل. فاش كنتوا تشربوا؟ كنا نشربوا ما نتذكرش. ملعتيني واحد نتذكر. نعم؟ سامحني أختي مازلت ما قلتليش شنو تشرب. جيب لي واحد جو دورانج. جو دورانج. تعرف لميا عمري ما ضحكت في كونسلتاسيون كيف هذه. يظهر لي انا باش نبدل من الكابيني ونولي نخدم في الوتله. حتى انت دكتور عندك اناليز فيها ياسر ذمار. وي 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 افكتيفمون انا نخدم ياسر بالذمار على خاطر بالذمار المعلومه تتعدى خير واسرع. يا باهي ما قلتليش انا توا شو مشكلتي. وي انا المشكله اللي عندي انه ما يعجبني كان الراجل اللي يبدا اكبر مني برشا في العمر. ما مش فاهم علاش. ما تلقاك خاطر تبارك الله عليك انت رزينه وعندك مخ ويعجبك انا الراجل الماتور اللي يبدا رزين وبعقله. اما خساره الرجال هذوما اون جينيرال يبداو معرسين.
أبا هاك لبس أليانس، ما تقولي زاد أنت معرسة. وبالك شي أنا حطت أليانس باش نظهر اللي أنا معرس وقت اللي أنا مش معرس. وفيش قام هذا الكل؟ دكتور مش تفهمنا اللي الصراحة قبل كل شيء. وانتي علاش تحب تعرف؟ على خاطرني نقوبة ونحب نعرف كل شيء. لميا لميا تحب نصارحك؟ أنا منيش معرس يا لميا. وقتها عاد نجبتك من كل صوريتك ونقول فيها يا اخي هاني انا يا اخي عملت حاجه انا هاني كايها الناس قاعد. هذا هو هذا يا صاحبك الجديد اللي تعرفت عليه؟ لا يا زينب هذا مرته، هذه هي مرته. انا نقدم لك زينب مرتي انا، وهذه كمية. لميا انت مش لميا؟ اوه تيان تيان معرفه طيبه. اه دكتور صباح الحمد لله. زينب نقدم لك ستي جاني رجلها. ستي جاني نقدم لك زينب مرتي انا. يلا اشرقت الانوار ونعم الاسامي. عسلامة زينب. هاي نمشي واي وين باش نتعشى؟ هو يا اخي من توا العشاء يا اخي من توا العشاء مازال بكري، خلينا نفرحوا بالمدام ونشربوها حاجه. ميرسي عايشك زينب. هاي عاد نطلع غابش في بدل حواجي نمشي هكا العشاء. هاي قوم قوم زينب قوم. هيا مش بطلع لي كتغور فاتك دي مبنين صح الولدي مش فيه ما سمعني تعبد خطر غير كل موجود قطع ايشي ايشي تفضل حاسك بحاجة؟ بو خد دوجة زيد كاس زي آخر في البندق. لا ميرسي عايش كاس بوي. على كيف أنا جيب لي الليد بول وصعفة قريبة كما تعقبين كاسكروت العدوس. علاش ما قلتش يا بنيتي؟ راني عملت لك كاسكروت الخبز قعدت في البيت. ليه مش على حاجة أمي فضيلة؟ أنا كريت أسبوع ياكل جعت. بون مي حطينا نحب أن كلوب ساندويتش. أوكي مدام معناها دو كلوب ساندويتش. فوالا ولا عايشك أنا نحب ساندويتش أما من غير كلوب ما تفكريش. أمي خوذ خوذ حاجة كل على حسابي. ما تقوليش بيك تفندق في فلوسك. يا أمي ما تخافش كل فاميلي تعب جيب كله على البيت تبع سارية. سارة جيب لي لوميناضة وكاسكروت. وين زيدني جو مع الكاسكروت. سمعت زمان يجي تفضل حاجه اخرى؟ ايه مالا عامل دور على جماعه شوفوا مش يابوا ياخذوا اخر وجيب لي اخر باش لك كلها بالطبيعة مالا فيك فرحان بحاجه كبيره. ها يعجبك شي راس العام حاجه تشبيه ذي في بلوش. جابك ربي هز هاي الروسيت خبيها في الدار اضمن. تبارك الله هاي سمين الريسيت. مالي التريفيون حطينا وخايتك تشنقت. جاب ربي دبرت زوز بنات صنيع باش عاونوني. واش باش تخلصيهم انت؟ لا عاد هكاك ياسر مدام زينب باش تخلصهم. امينه وخايتك الشهريه هي هي. ريتي ريتي نظلوا نجاهدوا من الصباح لليل على زوز سورتي. وهما ياكلوا الحال قوموا يا سهروا في الوتله. تينا كان جيت الدنيا دنيا راني نخدم معاهم بالباقي. الله غير بهي تصبح على خير تو. تصبح على خير. حق شوي لنسيت مدام زينب خلت ليك الماسو هذا. ميرسي على تفانيك في الخدمه وهذه البريم تاع راس العام. وإن شاء الله قد ما تزيد الخدمة قد ما نزيدك في الشهرية. الإمضاء مدام زينب. هاي حضرت لك شوية حلقوم في الماس و... هاي تصبح على خير. على خير.
انتم معليش ما تمشيوش توا تتعشيو وين الدوب من هكا نرتاح شويه نخلط عليكم. ان شاء الله لاباس خدي الدوجات. استنى انت وين ماشي؟ اصبر شويه. واللي بيبي خليهم هوني مع نونو. وين تو نمشي لبيتكم؟ كلبيتي لي انا الاصلانيه نرتاح فيها. اي والله فكره، اتو نوصلها انا وهي كلبيتها. وانا تروس بقرا العشاء. بربي وولادك لشكومش نخليوهم؟ توا انا وياك نوصلوا خالتك دوجا للبيت وهو يقعد حتى الاولاد حتى تجي دير. يعني والله باش نموت بالجوع راني. يعيش وليدي على خاطري ماني وميمتك. مازال الليل طويل يا وليدي، غير ما تقلقش من الماكله برك. هاي اختي دوجاي. هاي مشي. قوم تتا دوجاي. سيس روحك. استنى شليكتك. هاي. ساقك ما زلت مفصوعه؟ ما زلت. كل شيء شيء مع بعض. لطف عليك. هاي. بوحي بعد كرشك. يا كرشوة. سميح. لاباس مدام دوجا؟ تعب شوية. إن شاء الله لاباس. عايش بنتي. ما قدمتكمش لبعضكم. إنه نوم تاع التوامة. هذيا إلى مامو وهذيا ماماتو. نتشرفوا. وبيك. تبارك الله عليهم التوامة يقتلوا، قديش هم عاقلين، ما يتعبوش بالكل. صار انت الدادة؟ اللي بيبي وحدهم في البيت؟ لا كيفاش؟ هما وبوهم يستنوا فيك. ميلا نقولكم إن شاء الله سهرية حلوة وتحفونا. عيشك. تبارك الله عليها، محليها ومسرها. عسلة. عسلة. اسقوني يعني خالطة عليكم. سامحني ما نحبكش تقلق. تهدى انا كل ربع ساعه نصب الزيت. تي قصدي نتفقد البيت بتاعي. عاوجيك سي سبوعي. سي سبوعي تهنى. مادام انا هوني تهنى عليهم ومش لازم تقعد تتفقد فيهم. باهي. تحبش نجيب لك شويه جاتو ولا شويه غله من الصاريه؟ لا تعشيت قبل ما نجي. سمعني دقيقه. جاك حل يا سبوعي لنخلع الباب. ولي قلبي. عايش اختي مساج تاع انت. جيت نتفقد في الصغار لاباس ريقدين. صدعني بيه عزوزي راهو اللي راس عام راهو. شيل بالك تنساني يا ظلمتني وعامله مغناني. شيل بالك تنساني يا ظلمتني وعامله مغناني. متر 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 دقيقة من فضلك. عسلامة مسيو. صارتي هو. ما تقوليش حوكي وحريري. ماك تعرف الليلة اللي ترسعة وبرشا حركة وبرشا جو هوني بلوتي. اي معقول معقول. قولي سيدي تنجمش تفسر لنا شوية اللي في المنيو؟ لا يا أستاذ العشاء تأكد بنين برشا برشا الليلة على خاطر عندنا شيف ممتاز. تري تري بيان مالا نديني للشيف. وعش مر مستني تتعدى غير عشير الليل والدا حتى شي ما يحلالي يا ظالمتني وعاملة مغناني. هاي جيل بالي تنساني يا ظالمتني وعاملة مغناني. هاي مرحبا بيكم. وبيك شيف. شيف سبوعي انا عسلامة جيف. خذ دكتور انا محسوب راه مش طرد بيت زاد كله زاد خويا باش يفرح بينا عاد. صبتي شفت يا امي شفت الفايح راهو عندي قد قد كنروح. سلومه مش كان تسالوا على المنيو؟ اي من فضلك شاف لو كان تعطينا فكره اش عندكم ماكله؟ بون في اللونتري عندنا سيمفوني دو فلوبي دمار
مش نبداو بالغلة؟ تي لا يا مي فضيلة، فخوي دماغ معناها قرنيت صوبيا. نعرفها نعرفها. وبعد في السويت عندنا ايفونتاي دو فيليت بوف. شيف بربي من فضلك لو كان تعطينا شوية هريسة لينا احنا كل. انا زاد يزيدني معاها كعيبة قارص. ايوه كعيبة قارص الوالدة. سمحني دكتور، احنا كويزين فرونسيز، تحبش نجيب لك صوص تارتار؟ شنو ما هزو تارتار؟ كركار ذكرني بالكار اللي جينا فيها. ما فهمتش دي تختاخ قد جمعت. شفتوا يا صبوح راني نروح راه راني خاطري سيمباتيك. وشايف من فضلك قل له يزيد يجيب لنا شويه تنه كايا وزيتون وطرشي. ايوه وشويه ترشي للوالده. وبربي خلي لونطري تاع ماما بالك تخلط علينا العشاء. حاضر. سيب 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 الزعم مش نتعشى. سيمباتيك. شو هذا تضرب له صحن باش يجيب لهم ياكلوا وانا ليه؟ راه عايشك ربي بفضلك اما برضه معبيين. تري ترقع ام هيا قوموا نروحوا. يا ودي يقعد اسم الفضايح. يا زينب يا زينب عندي ناس تعرفني انا انا هوني. باجي يا باجي. بربي توا راقد راقد قبل ما نتعشاو. سامحني ما تعب خذتني عيني. هاي زي هاني حاضر. بشبوش ما قلتلكش انا على المنيو تاع الليله شنو؟ لا يا سيدي عندك في اللونتري بلا تونيزيان. يا لطيف ساعة صباح تعديت عم الازهر عملت صحي تونسي بعظمة بفصيل وديت الضوحة. باهي مش مشكل في السويت حضرت لك دجاجة مصلية بالفريت بتاعها. ليش يا فوشيكا ما قلتليش؟ تانا نص نهار افطرت ربع دجاج. هيا جاب ربي قريت حسابي في صحفة لبلابي ورد بالك تقول لي اللي انت عملت تحريشة العشية صحفة لبلابي. لا 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 قريت كعبتين طمسون وكعبة بانان. شيك تجبك تنبز باهي باهي. هاي يا سيدي اش حضرت لنا ديسير مال هاي بانان وطمسون. قالوا زيني عامل حالة ملالا خيرت قلوب الرجالة ملالا. حق أمي مش نبدأ بك أنت توا. قل لي اش تتمنى بمناسبة العام الجديد؟ اش نتمنى يا سيدي؟ تجيب لي توامك يا خوك باش نصلي الحطة. نومي سافا با؟ علاه شبيك زين؟ شبيك تنبزت؟ أبريتو أنا وياك مازلنا صغار. وأنت عزة اش تتمنى؟ تعرف اش تتمنى خويا سليمانة؟ الحق الحق نتمنى تكمل تبني لنا الطاقة الفوقاني. والآن ختامها مسك مع سي السبوعي. سي السبوعي تتمنى أمي نقول له نتمنى تولي تخلصني كيما ددو. شبيا يا أخي شبيك ددو أنت؟ لا قصدي يا أخي يخدم كي ددو هو. وأنت زينوبة اش تتمنى؟ أنا مش حاجة كبيرة، نتمنى العام الجاي ليلة راس العام نعديها أنا وسلومة راس راس. هذا اللي بيك خليوها راس راس هي وراس راس. والله لي يا أمي فضيلة والله خديت معاك والله. شبيه شد عليك وأنا نسلم فيك يا أمي بالعاني غمستها غمست عليك يا استنى
تستنى يا بابا نزوقك من خبزة الجاتو. لو تتفكرني يا بي. شنو هالأخذة فوق الكريمة؟ شنو يا بيجي الأخذة؟ شو تصوروا باش يكون؟ ما يكون كان بيستاش. تاع الكريمة طلعت قارصة والبيستاش بتاعك طلع الخزم تاع الخبزة. اش معناتها؟ معناتها غشوني؟ ليه عملها قبل بشهر وقعد يستنى في الريفيون؟ أنا كنت كيف كنرجعها الباتيسري، كنت تحب تربح ثواب، هز جماعة الصح. بصراحة بيجي أنا راهو الخبزة جاتو ما خديتهاش من الباتيسري. نعم؟ إي خديتها من عند واحد نصب بهم في ناس سيدي بومندي. مالا السيد هذاك تلقاه جايبها من الشنوة في ثنية قراصت. يا باجي اش بيك تضحك؟ هي مش قراصة قراصة، اش بيك تهول فيها؟ تتاكل استنى. ماهيش قارصة، هاكا كليتها. ألو؟ عزيزتي. وانت زادة سامحني. إيه انت زادة سامحني. باهي ان شاء الله العام الجاي كحيان ربي نعديو الريفيون في وطير. حاضر توت سويت. باجي شبيك ماشي؟ تحيي سمحت وانا المرأة باش نمشي دار نسابي نخطى العشاء. أي زيدي كل عام وانت حي بخير. وي 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 تربي عيالي وانت الهوا والميه تتسلل غرامي سيد الدلال عليا يا برا روح جدي يا برا روحة يا بحر غالي يا وجد ماهوش ملوحة يا برا روح جدي يا برا روحة يا بحر غالي يا وجد ماهوش ملوحة راكي قتلتني يا حبك ويلي جمرتك ويوسك نيا ربي يزيني يا طفل راكي قتلتني أمك لبيس مش على لبيس هكا طلعوا لها عشاها وجات طبيب زرق لها وقال لي إن شاء الله غدوة تصبح خير. تعرف زينب خسارة ما خلطتش عليها من الأول أنت الراقصة من كثر ما تشطح مليح ماذا بيا نرشق عليه. انت هاك ديجا رشق فيها عينيك. سيدي خويا سيدي خويا نجي نصحى قدام خويا وانت تبدا ترشق عليا هاك. برا يترشق حناكك انت. سبوح هيا ريف فيق بيك راهو من قبيله وانت تخزر لها. ايش تبني نعطني الرقاصه تشطح قدامي وشكون نخزر للفرقه يا شبكشي. كرهت ربي عزوزتي راك انت تشطح لي. مش خصتي يا سامحوني انا نحشم خويا سليمان محزوب على خوك سليمان درجين اخرين تو يقوم يلوي انا نلوي امي اي قوم نروح وين اش خدت فيها الساري والان ما زالوا 10 ثواني ونستقبلوا مع بعضنا عام 2009. 9 8 7 5 4 3 2 1 يعيشك يعيشك يا فضيلة كل عام وانت حي بخير كل عام
وانت حياة خير. يعيشك. ميرسي. يعيشك. أمي عجبتك سهرية راس العام في الأوتيل؟ عجبتني وليدي. هو كي تجي تشوف في الأوتيل ولا في الدار ولا قدام التلفزة، الفايدة كي تبدا العائلة ملمومة. 2009 جنى، يا ربي تكوني معنا سهرية الليلة مزيانة، وإن شاء الله فرحاني. خويا سامحني. تفضل. متأكدين ان الحساب هذا متاع بيتي؟ بيان سور. بلكش دخلتوا حساب تاع بيوت اخرين في بيتي انا. لا 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 مستحيل. شوف سي سليمان، هذه هي فاتورتك. سليمان الابيض شوب 350، مش هكا؟ تيش فما بربي ترى؟ سليمان لاباس؟ لا سافا. اسمعني برا ارتاح، تو مثبت انا معاه في كل شيء برا. سليمان لاباس؟ شو قلت له باش يخرج التكيات الكل. سيدي لميت دبشي، سامحوني على التروتار. اش بيك تقول لاباس؟ قل لي صباعي، في بالك قداش يلزمني نخلص اكسترا على بيتي؟ قداش؟ 850 دينار. اي 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 ولا شحتو الكل منك. اي بلعك والوقت تاخذ في بيتك سرا، انت تخذيت بيت كيفنا. اوه ولا عمله. قل لي كليت وشربت حاجات وقيدتهم على بيتي؟ حاجات وسكت تهريتهم بالماكله والمشروبات وين نمشي كونسومي. اما بلاش راهو نصحف الورقه كاو تي وليت نخلص على حبايبات. ما حطيتش بعد بوتيل ولا فرحوا بيا. الفريجيدار في بيتي تدخل انا مفرخ وما عاود يبلوها، وما عاود يبلوها انت حتى شيء يفضل الرصاص. والله نزيد كويس قلت حرام التبذير. نزيد معايا شو الخيرات. الله والله جو تعرف تقول بس نزيد جمعه اخرى. والله جو شوف لي حل.